السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو هذا سنتعلم طريقة إنشاء مدونة من ضمن خدمات الجوجل. المدونات لبدء مدونة، كل ما عليك تعمله أن تضغط على بعد الدخول في جوجل، طبعا تضغط على التطبيقات اللي عبارة عن مربعات، ثم بعد ذلك إذا ما وجدت مدونة موجودة هنا بلوجر تضغط على المزيد، فتظهر عندك بلوجر مدونات، تضغط عليها مرة واحدة فتظهر عندك. إذا كان عندك مدونات فتظهر، أو إذا ما عندك يمكنك إنشاء مدونة جديدة. فأنا بالموقع هذا بالحساب هذا أول مرة أنشئ مدونة، فراح أضغط على Create Your Blog. راح يطلب منك تسجيل دخول إذا ما كنت مسجل، فأنا ضغط عليها فأدخل كلمة المرور خاص فيني. بس نذكرها كلمة المرور الآن الهاتف المخصص للطوارئ. هل لازم أجاوب الحين؟ نشوف إضافة هاتف، أضع بريد إلكتروني وخلاص. طيب بعد ذلك اللغة عربي أو تختار لغة ثانية إذا كانت تناسب. الملف الشخصي تحب أن يكون بالشكل هذا أو بالشكل هذا، إما أن تستخدم نفس الملف الشخصي الخاص في جوجل بلاس، أو يكون لك ملف شخصي محدود فقط في بلوجر. فإذا ضغط على هذه يستخدم نفس الملف الشخصي لجوجل بلاس، فكل الخدمات تكون متعلقة فيها، فيأخذ نفس الاسم. وهذا إذا كان إذا تحب تغير تكتبه بطريقة أخرى أو مختلفة تستطيع عمل ذلك. إنشاء ملف شخصي، يمكن أكتبه هنا مطوع. الله، إنشاء ملف. تخطى، ماني حاط صورة. فراح تكون بالشكل هذا. الآن أنا أرسل تأكيد ملف شخصي وتابع حق بلوجر. نعم، فهذه المدونة المباشرة. فالآن إذا أنا حاب أضيف إنشاء مدونة جديدة، أضغط على الزر البرتقالي، أختار نموذج. تبي نموذج بسيط، طريقة عرض ديناميكية، تختار أي شكل من الأشكال الموجودة هنا. فلو أنا اخترت مثلا هذا الشكل، ضغط إنشاء مدونة، اختار عنوان المدونة مثلا يومياتي. عنوان هذا المدونة غير صالح أو غير متوافق. خلينا نشوف شنو الأشياء اللي يبونها متوافقة. لازم تكون بالإنجليزي، ف my daily blogs. نشوف متوفر هذا غير متاح. طيب إذا تحط جزء من اسمك مطوع ديلي، مشت مطوع ديلي يوميات يعني. الاسم يومياتي إنشاء،
فتم إنشائها بنجاح. بعد ذلك نضع أول نشرة موجودة فيسمونها مشاركة جديدة، فأستطيع أن أضع هنا مثلا هذه أول مشاركة لي في مدونتي، أستطيع أضع صورة يا اما من كاميرا او من ارشيف البوم جوجل او عنوان، اضع عندك صورة جاهزة يعني خيار مفتوح. فلو وضعت مثلا هذه الصورة على سبيل المثال اضافة، اختار هذه واضيفها فيضعها لي هنا، وهو زقرها خلاها مناسبة. ثم بعد ذلك خلصت أضغط حفظ إذا بكملها بعدين، أو معاينة أو نشر، أنا سأنشرها فستظهر هذا قاعد يقترح علي إنه ينشر لي إياها في الجروب مال جوجل بلس، قلت له إلغاء. المهم هذه طلعت هنا، أستطيع أن أحررها، عرضها، مشاركة، حذفها، كل هاي الأشياء أستطيع. إذا عملت مشاركة جديدة ستظهر هنا هذه قائمة، بس الناس ما يشوفونها بالشكل هذا، حتى تراها كما يراها الناس، يعني إذا كنت تريدها أن تراها بالضبط كما يراها الناس تضغط عليها. عفواً مو كان هذا، آسف، أرجع على يومياتي. إذا ضغط عليها قاعد أسوي يعني كان قاعد أعدل فيها، لا أنت تريد أن تراها عرض المدونة، فالآن تراها كما يراها الأشخاص الناس، فراح تظهر بالشكل هذا. شوف الخلفية شلون حلوة، هاي يومياتي وفيها صورة وفيها الكلام اللي أنت كتبته اللي هي أول مدونة. أنا الخط صغير عندي هنا لكن أستطيع أن أكبره فتظهر بالشكل هذا، فراح تظهر بالشكل هذا. فهذه كل أرشيف المدونات الإلكترونية 2016 ديسمبر. ف كل يوم إذا تكتب الأشخاص يستطيعون أن يرون شنو كتبت أنت قبل شهر شهرين، شو الأشياء، شو المدونات الموجودة. فبالشكل هذا نكون أنهينا طريقة عمل مدونة وكتابة المدونة. المدونة راح يكون عنوانها نفس اللي أنا كتبته، شوفوا mutawwadaily.blogspot.com، ماشي. فشكرا على متابعتكم ونراكم إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله.